انا ابو جريشه ده حبيبي يعني، واخ عزيز عليا، وكان فاكهه الكوره المصريه فعلا. وبعد ما بطل ما بقناش ناكل فاكهه كويس. فهو لعيب كان كويس جدا ولعيب كير جدا، وبعدين لما ينط على الجنب عند ال 18 جون ملهاش حل. فكان في ميزه كويسه جدا ان هو كان بيقف في حتت معينه يستنى الكور اللي بتبقى عاله بالعرض ويخش، ادم طلع وعمل بدماغه جون ملهاش حل يعني. انا هفكره بماتش كان معانا هنا، ماتشين هما. الماتش الاولاني كان في الدوري العام وكسبونا 3-2، وجم في الدور الاربعه في كاس مصر في ملعبنا برضه، ولعبنا وكنا مغلوبين جون، ورحت جايب جونين. بعد كده فاضل 10 دقايق بقى يجري ويحاول يطلع ينط، فانا رجعت له ورحت ماسكه من ايده، كل ما يجري ماسكه من ايده يقول لي سيبني. اقول له سيبك ازاي؟ انا سبتك هجيب جون ازاي؟ هقول له يا عيل انت خلاص خدت الدوري، هتاخد الدوري، سيب لنا الكاس. وقعدت ماسكه، كل ما يطلع ماسكه في ايدي، مشبك ايده كده في ايدي لغايه لما انتهى الماتش. قال لي اتبسطت؟ قلت له اتبسطت طبعا، انت خدته هتاخده الدوري واحنا ناخد الكاس. فعلي ابو جريشه شربات ودمه خفيف وبنكته وعشري عشري جامد يعني، يعني بيحب الناس وبيحب اخواته وبيحب اصحابه. وبالنسبه ليا انا حبيبي، وكان بيسال عني وانا بسال عنه، وربنا يديله الصحه يعني. انت وحشتني جدا، وربنا يديك الصحه ويخليك لينا واسمك على طول. وهقول لك ايه ولا ايه بقى، انت حبيبي يا علوه. كابتن علي، بعد ما شفنا الغزال الاسمر الاصلي بقى، مش التايواني زي ما بيقولوا، لا الاصلي، لا ده الاصلي، الاصلي طبعا. وهو بيتكلم كده وحكى حاجات كتير جدا في بدايتها، قال لك كابتن علي من ساعه ما بطل ما كناش فاكهه. ايه مين اللي طلع عليك فاكهه الكره المصريه؟ كابتن علي زور، رحمه الله. كابتن علي زور، جميل. كانت في مباراه ايه؟ لا معرفش في مباراه ايه، بس انا فوجئت بقى ايه، علق عليها وقالها مرتين ثلاثه في تعليقات فمشيت يعني. كابتن علي زور كان دمه خفيف قوي، كابتن علي زور والاستاذ نجيب المستكاوي، وكمان ما عندوش حته انه العنصريه انه هو اهلاوي يعني اهلاوي، لا بالعكس. شفت الصوره دي يا كابتن؟ ايوه، ودي مع الكابتن، مع المهندس الفناجيلي. الفناجيلي والمهندس عثمان احمد عثمان تحت، والمهندس الفناجيلي اهو. والله وانا والمرحوم انوس الهر. كابتن رفعت الفناجيلي ده تحب تتفرج عليه؟ من اعظم اللعيبه كمان. بص يا كابتن، في القاب، في القاب ما بتروحش يعني، لما يقول لك مهندس تبقى عارف الفناجيلي خلاص، لما يقول لك المايسترو يبقى صالح سليم. مظبوط، حقيقي. ايوه يعني، في ده اتقال عليه فنان كتير وده اتقال كذا، لكن المايسترو صالح سليم. اما يقول لك المجري، المجري مصطفى عبده، ابو غزاله، ابو مصطفى رياض طبعا. مصطفى رياض بنلعب الماتش الكاسي بيحكي عليه، اللي بيقول لك فاضل 10 دقايق ويجي كورنر، ابص الاقيه جاي ومعبط فيه ماسك ايدي عشان الحكم ما يشوفش. بقول له ايه ده يا مصطفى؟ ما تبعد. قال لي لا انتوا خدتوا الدوري، احنا هناخد الكاس. شوف حتى العلاقه كانت في الملعب. لا مصطفى كان جميل.